بالنسبه للحسابات لو احنا بنتكلم على جوجل المفروض ان احنا ما نحسبش على بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا جماعه دي البلان اللي هنشتغل عليه. البلان ده مساحته ألف وستمائة متر مربع، إسباناته حوالي 10 متر، 10.5 كده. في أماكن فيها تجبات وفي أماكن ما فيهاش الكلام ده. طيب أول حاجة عشان لما نيجي بنروح لبرنامج نحط فايل على برنامج نعمل دي إكس إف صح؟ طيب الرام في ميزة كويسة إن أنت مش محتاج دي إكس إف، أنت بترفع فايل الكاب بتاعك أيا كان شكله توديه على رام وبترسم عليه. تلاقي عمود هنا وهرسم عمود هنا. هو بياخد وقت شويه في الرسم، ممكن تقول ممل شويه، بس بيريحك موضوع الديكس اف. احنا ممكن نمسح حاجات مالهاش لازمه ونمسح الدايمنشن. طيب اول حاجه بعملها لما يكون عندي سقف بحاول احدد سمك البلاطه وسمك الدروبات اللي هو فيه الجبات. تمام، شوف سمك البلاطه، شوف اكبر اسبان ده اسبان طرفي، اسبانه تقريبا 11. شوف اسبان في النص ده 8 و6، مش مشكله تقريبا هو اكبر اسبانات في الباكيه دي اللي هو 11 متر. طيب نحسب 11 على 40، ده مينيمم سيكس 27.5، يعني ممكن ناخدها في حدود 28 أو 30. تمام. طيب الدروب بيبقى سمكه كام؟ نحاول ناخده من نص تي اس للتي اس يعني. طيب سمك من نص تي اس ممكن نخليه 45، نخلي الدروب بلاطه 30 والدروبات 45، او البلاطه 28 والدروبات 42. نبتدي ب 30 و45، وممكن برضه احنا بعد ما نخلص نقلل او نزود. الموضوع مش هيبقى صعب خالص انك تعدل في السمك وتعدل في ارتفاعات الكابلات. طيب نشيل الكلام ده مش لازمه عشان ما يلاقيناش جوه. كده احنا خلصنا الفايل، نحاول نقربه على قد ما نقدر لصفر الصفر عشان لو رفعته بعيد قوي بيجيب مشاكل. كده احنا عندنا الصفر الصفر. تاني حاجه حاول نخلي السكيل الدايمنشن بتاعته بالملي، يفضل جدا يعني نخليها بالملي، هي معموله بالملي. واليونتس يا تخليها يونتلس يا تخليها ملي، ما تخليهاش انش او كده، يفضل يعني. بس وعلى كده نسيبه، نسيب اس. مش مهم تسيبه دي اكس اف او دوجون، مش هتفرق في حاجه. نسميه مثلا يعني كده. احنا خلصنا الفايل بتاعنا، مش هنعمل فيه اي حاجه. نفتح بقى برنامج الرام. شكرا.
اول حاجه اعملها اقول نيو الفيتد فلور والمات فاونديشن. مات اللي هي اللبشه والفيتد اللي هو السقف العادي. هنشتغل سقف. اختار الكود بتاعي كود 2011 او 2014 اس اي يونتس. تمام اس اي يونتس اللي هي المتريك. اليو اس دي اللي هي انش والفيت والكلام ده. هنشتغل اس اي. احنا هنبتدي في الاول هنشتغل كود امريكي كله، بعد كده هنشوف لو عايزين نخليها كود مصري ايه اللي هنغيره. هنبتدي من الاول ونغير كل حاجات تبقى كود مصري. كده احنا بدأنا الفايل. اول حاجة هعملها فايل امبورت جوجل. هجيب الرسمة بتاعتي وبعد كده نشوف هنعمل ايه. هو لما يكون يونت ليست بيسألك انت اليونت بتاعتها ايه؟ خليها ملي زي ما انت عاملها جوه. لو انت عامل يونتس معينه مش هيسألك السؤال ده. مش عارف مثلا؟ ما بقولك لو انت عامل اليونتس بتاعت الكاد ملي مش هيجي يسألك هنا، هو عارف ان اللوحه بالملي. لو انت عاملها يونت ليست هيسألك انت اللوحه دي عايز تدخلها بانهي وحدات؟ هي مرسومه بالملي على الكاد، ممكن تدخلها هنا بالمتر. كده رفعنا الرسمة. بصوا برنامج الرام بيشتغل بحاجة اسمها layers. يعني ايه؟ يعني في الايتاب انت بتعمل كل حاجة في نفس الويندو بتاعتك، بتحط احمال في نفس الويندو، بتبين مومنت في نفس الويندو، بترسم اندام، بترسم اي حاجة، بتصمم ديزاين، كله في نفس الويندو، ما بتتغيرش حاجة. هنا لا، كل حاجة معينة بعملها في ويندو معين. تمام؟ وهو كده اسهل، انا شايف ان كده اسهل واريح وهيريحك كتير. طيب دي القائمه اللي عندي، نخش فيهم واحده واحده، بس خلينا في الاول نشوف الرسمه اللي احنا جبناها. دي اللايرز بتاعتي، اي حاجه موجوده في لاير معين. طيب اللوحه اللي جبتها فين؟ دوس لاير دروينج امبورت ستاندرد بلاك. دي اللوحه بتاعتي اللي انا جبتها، موجوده في الصفر والصفر وبابعادها مظبوطه. نيجي نقيس الابعاد لطول الدايمنشن. واحد وعشرين مظبوطه. هو هنا هياخدها بالمتر. طيب ننسى بقى اللوحه اللي احنا رفعناها ونبتدي من الاول في البرنامج. ده ريبورت كفر، ده لما تيجي تطلع كابليشن شيت. ده التيبل اوف كونتنت مش موجود دلوقتي عشان مش مطلع حاجه، مش مطلع كابليشن شيت، بيطلع لما اجي اطلع. اللي فوق هم اللي على الجنب. الحاجات اللي فوق هي على الجنب ما عدا فايل وايديت. عندي في كريتيريا ممكن نفتح اول حاجه، ممكن نفتحها من هنا من الجنب او نفتحها من فوق. تمام؟ فتحنا كريتيريا اليونتس. اليونتس دي بيقول لك اليونتس انت عايز تشتغل بيها، احنا هنشتغل بكيلو نيوتن. طيب فاللودنج اند رياكشن يونتس كيلو نيوتن، الرياكشن بتاع البلان بالمتر. عايزين نخليها بالمليمتر، اوكي مفيش مشكله، بس انت وبترفع الفايل ترفعه بالمليمتر، ممكن تخليه جوه بالمتر عادي. بس ليه برفعه بالمليمتر؟ هتعرف في الاخر لما اجي اطلع كونكريشن شيت او وانا بشتغل. لو انا عامله بالمتر هتلاقي هنا في البلان واخد مكانه الطبيعي وكتابه في ايه عادي. لو انا عامله بالمليمتر هتلاقي نفسك بالمتر، هتلاقي نفسك عمال تزوم كده لحد ما تلاقي البلان. فاهمين قصدي؟ فالموضوع له علاقه بس بشكل اللوحه في البرنامج. طيب نكمل. ده اليونس هتغير كل يونس انت عايزها. البلان ده بينشن بالمتر، السبورت دايمنشن بالمليمتر ولا بالمتر، ممكن نخليها متر. الانفليشن بالمليمتر ولا المتر، ممكن نخليها متر. باشمهندس اليونتس اللي في الاول دي بتحكمني بس بالسكيل بتاع الشكل بتاع السكيل بتاع الشكل، اللوحه اللي انا جايبها من الكات. زي ما بتيجي ترفع من الكات بتقول له بتيجي ترفع على الكات مثلا بتقول له متريك او مليمتر. فانا برفعها على لازم اعملها على الكات مليمتر، وبعد كده ادخلها برنامج بالشكل اللي انا عايزه. عايز اخليها بالمليمتر او المتر. الفويس ممكن تخليها بالكيلو نيوتن او الطن، يعني انا بفضل بالكيلو نيوتن. كيلو نيوتن اللي هو طن نضرب في 10، المفروض 9.81 بس هنضرب في 10 يعني. بس دي كلها يونتس بتاعت البرنامج. الماتيريال عايزها بالمتر المكعب، الويت بالكيلو جرام، الحاجات دي كلها. اي يونتس ممكن اغيرها من هنا. طيب تاني حاجه الساينس. الساينس دي الاشارات. لما اجي احط لود لتحت احط بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف؟ لما اجي احط فورس مثلا هوريزونتال لاتيرال احطها بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف؟ وهكذا.
بيقول لك بوزيتيف لودز في اتجاه يمين ده البوزيتيف، عايز تحطه في اتجاه الشمال يبقى تحطه بالنيجاتيف. ده مثلا اللود الجرافيتي، لو انا عايز احط لود احطه بالبوزيتيف معنى كده ان البوزيتيف لتحت. طيب لو عايز احطه بالنيجاتيف اخلي السهم لفوق، انا بدوس تكه غير اتجاه الحمل، ده اتجاه الحمل البوزيتيف المومنت. ماشي مش مشكله، دي اتجاهات البوزيتيف. بوزيتيف اناليسيس مثلا عايز تغير الاحمال طالعه عندك تخليها كده بوزيتيف ولا نيجاتيف وهكذا. بوزيتيف رياكشن، رياكشن يطلع لك لتحت يطلع يبقى بالنيجاتيف، لفوق البوزيتيف. دي كلها ايه الاشارات اللي بتحكي فيها لوحدك، يستحسن تسيبها ديفولت لو الا لو انت بتحب حاجه معينه. بعد كده نخش على الماتيريال. طيب نبدا من الاول، احنا قلنا نشتغل كود امريكي، هنشتغل على 40 ميجا باسكال اف سي يو 40 اف سي يو برايم 40 ميجا باسكال. طيب في كود امريكي الدينستي 2450 كيلو جرام على متر مكعب، في كود المصري 2500 كيلو جرام على متر مكعب، فاحنا هنسيبها زي ما هي. قلنا الاف سي برايم هتبقى 40، طب والاف سي انيشال تبقى كام؟ قلنا 75% من ال 40، 40 في 75% تطلع تطلع 30. تمام، يبقى تخلي الاف سي برايم 30. خد بالك هنا من حاجه، انت ما بتلعبش في الاف سي يو، الاف سي يو تتحدى على اساس الاف سي برايم. فانا هشتغل باف سي يو 40، يبقى اف سي برايم كام؟ 32. واضحه؟ ايه 32 دي؟ معلش طيب بص، دي الاف سي برايم ودي الاف سي يو. انا بلعب في الاف سي برايم ما بلعبش في الاف سي يو، حتى لو دلوقتي هشتغل كود امريكي. تمام، انا عايز اشتغل على اف سي برايم 32 اللي هي اف سي يو 40. تمام، طيب الاف سي يو هنا 40، يبقى 80% منها هي اف سي برايم، يبقى الاف سي برايم كام؟ 32. طيب الاف سي برايم انيشال اللي هي 75% من اف سي برايم، يبقى انت 32% دي 75%. تمام، 32 في 0.75 وممكن نخليها 0.8 شغال الاثنين، تبقى 24. نخليها دي 40 اف سي يو عشان نبقى عارفينها، حتى لو احنا اشتغلنا امريكي ده مسمى. البواسير ريش بتاعت الخرسانة 0.2، دي حاجة ليها علاقة بأسرار سمكية. طيب الـ EC calculation اللي هي young models، عايزها كود ولا عايزها specified؟ لو أنت كود أمريكي ممكن تخليها كود يحسبها لك مظبوط. سيبك من الأرقام دي، الأرقام دي تشتغل لما عاملها specified، والأرقام دي ليها لازمة. كود معنى كده ان هو يحسبها حسب الكود اللي انت دخلته في الاول. انا دخلت مثلا كود امريكي 2014، هيحسب يانج مودلز حسب كود امريكي 2014. لو انا كود امريكي ممكن اسيبها كود وممكن احسبها واحطها، لو انا كود مصري لازم اخليها سبيسيفايد واحسبها واحطها في اللي هنا. طيب انا اخليها سبيسيفايد واحسبها برضه. طيب في الكود المصري الاف سي يو كام؟ 4400 جاز اف سي يو. تمام، طيب في الكود الامريكي كام؟ 4700 جاز اف سي برايم. تمام، تيجي نحسبها. انا عندي اف سي برايم 32 في 4700 في حاجة 26590 26590. طيب اللي هي جمودلز انيشيال يبقى 24 في 4700، احنا كده كود امريكي 23025. كده خلصنا الديفاين بتاع الخرسانه. بعد كده هنلاقي ايه؟ الديفاين بتاع البي تي سيستم بتاع الكابلات اللي هنشتغل بيها. بعد كده هلاقي كل ده ديفاين بتاع البي تي سيستم، بعد كده هلاقي ديفاين بتاع حديد التسليح، بعد كده هلاقي الاس اس اي سيستم ده اللي هو الستاتس بتاع الشيل. ده احنا مش بنستخدمه في الكود المصري وما بفضلش استخدمه في الكود الامريكي، في طرق ثانيه اللي هي الكنات.
تمام. طيب البي تي سيستم والفورسنج بارز الحديد تسليح هنخش فيهم وقت ما نيجي نحط الكابلات او نحط التسليح عشان ما تلخبطش دلوقتي وتنساها. احنا كده عرفنا الخرسانه. نيجي على اللودينج. دي هي اللود باترن زي في البرنامج سي او برنامج سي اس ار. انا عندي سيلف ديب لودينج، بالانس لودينج ده اللي هو الكابلات، وهايبر ستاتيك لودينج. سيلف لودينج ده اللي هو الويت، البالانس ده التوتال لود بتاع الكابلات، تاثير الكابلات كله. طيب احنا قلنا البالانس ده بينقسم لايه؟ بينقسم لايه؟ اللي هو الفورس المباشره بتاعت الكابلات الدي على ايه والبي في ايه زائد الهايبر ستاتيك. الهايبر ستاتيك اهو ده جزء من البالانس. تمام. بعد كده ماشي يا لحظه نكمل. ده بيقول لك حمل مؤقت يعني بتاع كونستراكشن، لو انت حاطط حاجه اثناء الكونستراكشن عايز تحطها ده ازر لود. تمام. اللي هو الفلورنج والولز او كده. ده اللايف ريديوسبل، في ناس تعمل ريديوس اللايف لود فانت عايز تحط اللايف هنا ممكن. لايف ان ريديوسبل ده اللي احنا بنستخدمه. في انواع ثانيه من اللايف في الكود الامريكي، لايف ستورج، باركينج، روف، سنو. دي كلها تقسيمات. انا ممكن امسح كل ده يبقى عندي لايف وريد والحاجات الاساسيه اللي هم السيلف والبالانس والهاي وستاتيك اللي هم بتوع الديفولت بتوع البيانات. فانا ممكن امسح كل دول واسيب اللايف والديد عشان ما اتلخبطش، او ممكن اسيبهم ما لهمش لازمه. خلينا نسيبهم لما نيجي نشتغل كود مصري نبقى نمسح الكلام ده كله. دي كلها لوب بس. عايز اضيف لوب باترن جديد، ادوس اد لودنج، اكتب اسمه مثلا فلورنج كفر مثلا، يبقى اهو النوع بتاعه ايه؟ اذر ولا لايف؟ اذر. عايز امسحها امسحه من هنا، ادوس ديليت وادوس. تمام كده. كده احنا عندنا اليونتس ساينس ماتيريال لودنج لود كومبينيشن. دي اللود كومبينيشن بتاعتي. اول حاجه عندي كومبينيشن اسمها اول ديد لود. دي فيها الديد لود بس، السيلف ديد لودنج والاذر ديد لودنج. طيب دي بستخدمها في ايه؟ ممكن استخدمها ان انا اشوف فيها المومنت بتاعي قبل الكابلات واشوف المومنت بتاعي بعد الكابلات. المفروض المومنت بعد الكابلات نتيجه الكابلات يعني يقل من 60 ل 80% من المومنت قبل الكابلات. مش احنا خدنا اخر مره في الحصه ان انا ممكن احط كابلات انها تساوي من 60 ل 80% من الاذر ديد لودنج. طيب في كومبينيشن بعدها اللي هي الاول ديد زائد البالانس. يعني ممكن استخدم الاثنين دول اقارن بيهم المومنت قبل البالانس بتاع الديد لود والمومنت بعد البالانس. هنا هلاقي كله بواحد، الديد لود بواحد والبالانس بواحد والباقي مصفر. ايه الالترنيف فاكتور دي؟ الالترنيف فاكتور دي بتاعت حاله التحميل. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اعمل اثنين كومبينيشن بنفس اللود فاكتور. ازاي؟ يعني مثلا في كود الماسك مش فيه في محطات الالتنت اللي هي 1.4 و1.6 و0.9 الديد لود واللايف صفر. ممكن اعمل كده اخلي اثنين كومبينيشن في نفس الكومبينيشن زي هنا كده. اهي بالظبط 1.4 ديد لود وخلي مره ديد لود ب0.9. تمام؟ واخلي هنا اللايف بصفر. 0.9 ديد لود واللايف بصفر. فالالتيف لود دي اللي هي حاله التحميل، او ممكن ايه لو عايز اعمل اثنين كومبينيشن في نفس الكومبينيشن. يعني مره بيحسب على الفاكتورز دي ومره ثانيه بيحسب على الفاكتورز دي، يعني بياخد الاثنين معاه في الحسابات. كومب تايب سنجل ولاترال. لاترال دي يعني مجموع كومبينيشن. دي مش هتستخدمها خالص في البلاطات، هتستخدمها بس في الليبشا لو عندك ويند لود وسيزميك لود هتستخدمها. غير كده هنستخدم السنجل كومبينيشن السنجل. لينير يعني فيها الترنيف فاكتور. طيب زيرو تنشن مفيش الترنيف فاكتور، هو فاكتور واحد لكل ايه؟ لود كيس او كل لود بدل. تمام لحد كده. نيجي لحد كومبينيشن ديت زائد بالانس. هنلاقي برضه فيها احنا عدينا دي. بعد كده انيشال لود كومبينيشن. سيلف دي اللي بشارك فيها في الانيشال ستيج. في الانيشال ستيج بيكون عندي ايه؟ بيكون عندي الاون ويت بس والكابلات. طيب انا اهو عندي الاون ويت سيلف ديد لودنج وعندي التمبرري كونستراكشن عشان لو في حاجه اثناء التنفيذ في حمل عندي باخده معايا. الكلام ده بيبقى في انيشال وقت ما انا بشد. كده كده ما بحطش حاجه في اللود باترن دي فمش هيفرق معايا. انا مش عامل حساب ان في لود اثناء الايه؟ اثناء الانشاء. طيب البالانس هنا ليه باخده واحد ب13؟ ممكن اخده واحد ب13 واحد ب15 عشان يعوض اللوسز.
عشان البرنامج ده يحسب لوسز على طول سواء في الانيشال او في الفاينل. فانا دلوقتي في الانيشال ما عنديش لوسز بتاعه اللونج تيرم، فبحط تقريبا نسبه ليها في الانيشال، فعشان كده بزود البالانس بتاع كابلات في مرحله الانيشال عشان اعوض اللوسز اللي هتحصل في اللونج تيرم عشان هي مش موجوده عندي اصلا في الانيشال. فبحط دي ب 1.13 او 1.15. بعد كده دي كومبينيشن بتاع السيرفيس ديد لود، دي اللي بشارك فيها في حاله السيرفيس. بيبقى عندي في حاله السيرفيس كل الاحمال بلس البالانس، اهو السيلف ديد لودنج بالانس بواحد، الاذر بواحد، اللايف بواحد، كل الاحمال عندي بواحد. تمام. بعد كده دي كومبينيشن اساسيه، يعني هتلاقي كومبينيشنز ثانيه هي بس ملهاش لازمه. بمعنى ايه؟ بمعنى هتلاقي مره حاطط لك اللايف بتاع الروف، دي السيرفيس بتاعت شركه عروف لايف روف. احنا لو هنيجي نعمل كود مصري ممكن نمسح كل ده، نخلي الكومبينيشن بتاعت السيرفيس هي كومبينيشن واحده، كومبينيشن انيشال هي كومبينيشن واحده، مش محتاج الكلام ده. هتلاقي كل مره حاطط لك مثلا اس اللي هي سنو سيرفيس لود كومبينيشن ديد زائد سنو، حاطط لك الديد لود زائد السنو اللي هو اللايف بتاعه يعني. دي كلها تصنيفات ملهاش لازمه. هنيجي هنا تلاقي واخد 0.75 من اللود، 0.75 من اللايف ريديسكو. دي كلها كومبينيشن لود امريكي بتاعت السيرفيس. السيرفيس بعد كده نيجي للسستيند. مش قلنا لما اجي اشيك كومبريشن في الفاينل ستيج بشيك ان لو احمال السستيند بس، يبقى لو بتاعي برقم ولو اول لودز يبقى اللو بتاعي برقم تاني. اهي دي كومبينيشن بتاعت السستيند، بحط فيها الاحمال الدائمه بس. قلنا اللايف اديت كله، احمال الدائمه اديت كله، واللايف بنص، لا هي كل اللايف متاخد بنص. تمام. دي اللايف ستورج بتاع التخزين، عشان التخزين يعتبر حمل دائم فباخده بواحد. بعد كده نيجي نخش على الكومبينيشن التريبيوت. هنا لحد هنا سيرفيس، خلصنا بقى الكومبينيشن بتاعت السيرفيس. المرحله الثالثه بتاعت الكومبينيشن التريبيوت فاكتورد 1 و4. بعد كده في كود الامريكي يبقى الديد لود 1 و2 بدل 1 و4. تمام. عندنا كومبينيشن 1 و4 ديد لود زائد 1 و6 لايف، هم عندهم 1 و2 ديد لود زائد 1 و6 لايف برضه. هتلاقي نفس الكومبينيشن كل دي فاكتور ديد لود بس مغير في اللايف. لحد هنا كلام واضح؟ طيب عايز احط لو كومبينيشن جديده، ممكن ادوس اد واسميها بالاسم اللي انا عايزه واحط فاكتورز بالشكل اللي انا عايزه. تمام؟ تمام. في حاجه هنا واخدين بالكم منها، حاجه مهمه جدا، في حاجات على الجنب اسمها اكتف رول سيتس. اكتف رول سيتس ايه؟ يعني انا هستخدم الكومبينيشن دي في التصميم ولا لا؟ انا على البرامج الثانيه احنا متعودين احنا دايما بنعمل اناليسيس وبنصمم بره. هنا انا مش هعرف اعمل اناليسيس واصمم على الاكسل بره او الكلام ده، انا هصمم على البرنامج. فهنا بيقول لك اكتف رول سيت، يعني دلوقتي انت عايز تستخدم الكومبينيشن دي في تصميم ايه؟ هلاقي السيرفيس انيشال، بيقول لك انيشال سيرفيس ديزاين. خش على السيرفيس اللي هي فاينل ستيج، هتلاقي واخد معاها يوزر مينيمم ديزاين، كود مينيمم ديزاين، والسيرفيس ديزاين. انا ممكن هنا اخلي الكومبينيشن دي اصمم عليها على السترينس اللي هي الالتر، خليها مثلا اصمم بيها على الالتر، ممكن اصمم بيها على الانيشال، بس هي الصح بتاعها السيرفيس. تمام. يعني انا ممكن اعمل كومبينيشن جديده وشايك بيها في السيرفيس، اخليها اخدها معايا ضمن الكومبينيشن هشايك بيها ايه في الفاينل ستيج. طيب ديزاين رول بيقول لك ايه؟ كود مينيمم ديزاين، يقول لك افتح كود يا امريكي 313 2014 مينيمم انفورسمنت، حديد المينيمم عشان يحطه لك في التصميم. ليه بيحط معايا الحديد المينيمم في التصميم مع اني انا دلوقتي بصمم على حاجه السيرفيس؟ يعني هنا لو خدت بالك لا، المفروض احط مثلا في الكومبينيشن التيميت بس احط اليوزر مينيمم ايه ديزاين بتاع التسليح في الكومبينيشن التيميت بس، لكن الحديد ما بيخش معايا في تشيك السيرفيس. ليه بيحطوه؟ اقول لك ليه. قلنا عشان احنا بنتكلم عن المينيمم انفورسمنت، قلنا ان لو الاجهاد عن 0.17 كذا اف سي، يعني قصدي لو زاد 0.19 كذا اف سي 1 لحد الليمت بتاعي اللي هو 0.5 كذا اف سي برايم، هحط حديد اضافي قيمته ان سي
على ال 1.5 على 1.5 كان ممكن نفتح الكود عشان كده بياخد معاه ال مينيمم انفورسمنت في تصميم السيرفيس لان لو الاجهادات قلت عن الرقم ده اهي بيقول لك بوزيتيف مومنت بوندد اور انبوندد تندنس. في الكود القديم كان الكلام ده في الانبوندد بس بيقول لك لو الاجهاد بتاعك بتاع الشد في البوتن فايبر من 0.17 جزء اف سي برايم ل 0.5 جزء اف سي برايم لو عدت القيمه دي يبقى في فيلير اصلا. فبيقول لك لو الجهاد بتاعك في المنطقه في النص دي هتحط حديد اضافي قيمته ان سي على 0.5 فيلد تمام. ده الكود الامريكي. عشان كده هنا بياخد معاه الاكتيف رول سيت ديزاين دي. نيجي بقى ديزاين رولز. هنا بيحط كل رول سيت ديزاين. رول سيت ديزاين عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه كومبينيشن. يعني انا عندي جروب باترن مجموعة لوب باترنز ادخلها مع بعض في كومبينيشن ده. انا عندي شوية لوب باترنز لايف وديت وفلور كفر والكلام ده دول كلهم عاملين كومبينيشن صح؟ طيب مجموعة كومبينيشن دي مدخلها في حاجة اسمها رول سيت ديزاين. يعني ايه؟ يعني اقول له مثلا انا عايز اصمم على السيرفيس عايز اشيك على القطاعات دي في السيرفيس ستيج عايز اشوف الاجهادات بتاعتها في التوب فايبر والبوتم فايبر عارف الاجهادات اللي مسموح بيها ولا لا. في البوتم مثلا في كل ممكن هي 0.5 لازم يكسب عايز اشوف هي عارف الكلام ده ولا لا. طيب يبقى عندي تو باتل احطهم في كومبينيشن مجموعه كومبينيشن احطهم في كل سيت ديزاين. يعني ايه؟ انا عملت هنا ثلاث اربع كومبينيشن للسيرفيس. طيب دول كلهم اجي هنا اشغل الاكتيف جولز ديزاين اخليهم يصمموا على السيرفيس. طيب السيرفيس دي هي ايه؟ اجي هنا في الاكتيف جولز ديزاين في ديزاين جولز الاقي السيرفيس ديزاين بيخش جوه الكود الامريكي في البند 318 14 سيرفيس ديزاين بيخش جوه الكود الامريكي ياخد المعدات بتاع الكلام ده. فكل حاجه بيخش في الكود الامريكي في المكان بتاعها. واضحه؟ مجموعه كومبينيشن بيصمم بيهم على حاجه في الكود الامريكي. يعني انا لو عايز العب في البرنامج ابوظه مثلا هيجي هنا خليه يصمم على حاجه ثانيه. ده اللي بيتحكم هو بيصمم ازاي. دي ديتيلنج روز لو عايز الحديد اللي بيطلع لو عايز اخليه مثلا في نص البحر عايز اخليه طوله مثلا 80% من الاسبان فوق العمدان عايز اخليه من هنا مثلا يبقى ترتفع 0.5 هنا ترتفع 0.2 وهكذا. ده لو عايز اعمل ديتيلنج للحديد اللي بيطلع. لود هيستوري دي اللي بتاعت اللونج تيرم ديفليكشن مش وقتها دلوقتي هتبقى في الاخر. طيب دي الحاجات المهمة في اللايرز. نيجي هنا بقى على جنب دي التولز اللي عندك. كل لاير فيها تولز معينة حسب اللاير اللي انت فيها. اللاير التندوم مثلا هتلاقي فيها تندوم متقسمة. مش هتقدر تدخله بس من الشاشة. ايه ده؟ حاول بس تدخل منه كده يمين شمال شوية. صغر الرام نفسه. كده واضح؟ تمام كده. بس ففي هنا تولز عندي على الجنب. في تولز ثابته في كل اللايرز اللي هي حاجات اساسيه زي موف ايديت تكست الكلام ده كله. في حاجات بتبقى في لاير معينه. لاير الحاجات اللي انا محتاجها فيها. طيب نبدا في اول حاجه مثلا قلنا الدروينج انبوت. نيجي هنا لايرز قلنا لك كل حاجه في لاير معينه. اللاير اللي بيجي منها فيها رسمه الكاد هنا. هنا كل اللي اقدر اعمله ايه؟ اتحكم في رسمه الكاد. ممكن امسح حاجه منها. دوس كنترول زد ارجع ممكن ارسم حاجه دي اللوحه اللي جايه من كاد ممكن اتحكم فيها. التولز اللي عندي على الجنب دي سيلكت تمام ودي فلتر. يعني لو مختار كذا حاجه ادوس سيلكشن فلتر اختار اللي انا عايزه منه اقول له كلير اول مثلا اختار الدي اكس اف لاين مثلا ده برنت لو عايز اطبع حاجة ده البان
ده الموف. لو عايز اخد الرسمه كده اموفها، لو عايز اخدها كوبي بقى نفس التول بتاعت الموف دي، اعلم على حاجه اهي، ادوس موف شيفت كده خدتها كوبي، موجوده هنا موجوده هنا. لو عايز موف بس بدوس ايه شيفت تاني، ادوس شيفت موف تاخد الكوبي دي. الستريتش لو عايز امسك نقطه اعملها ستريتش، دي روتيت، عايز اعمل حاجه روتيت، دي الميرور. طيب لو عايز اعمل ميرور والحاجه الاصليه تفضل موجوده ادوس شيفت برضه. لو عندي مثلا بلان متماثل وعايز اعكس البلان او عايز اعكس الكابلات استخدم التول دي. دي اد بوينت لو عايز احط نقطه بعد كده مثلا استريتش منها اغير الشكل ده، ودي ريموف بوينت اجي امسح النقطه اللي رسمتها، ودي لاين هيساعدك كتير قوي في الرسم. لاين ما بيعملش اي حاجه، لاين بس ايه مساعد زي جايد كده. ده الدايمنشن لو عايز تقيس حاجه. وده التكست لو عايز تكتب نوت بس كده. دي التولز الاساسيه عندك هتلاقيها في كل لير، هنستخدم جزء كبير منها. طيب نيجي هنا من فوق، دي الحاجات بتاعت الزوم، زوم ان وزوم اوت والكلام ده، اسمها اكشن تولز انا مش محتاجها. ايه اللي عندي تاني هنا من فوق اساسيين معايا؟ ده السناب، ده السناب انترسكشن، ده سناب بوينت، ده سلاب لاين، ده سناب ميد بوينت، ده نيرست، ده بربنديكولار، ده قصدي اورسو، ده بربنديكولار، ده السنتر، ده جريد، ده الاكستنشن. تمام هنا كده خلصنا الحاجات الاساسيه. طيب انا دلوقتي خدت عندي الدرس بتاعت الكاد، مش عامل فيها اي حاجه هنا، مش محتاج اعمل فيها اي حاجه. اخش بعد كده عايز ارسم البلان ده بقى، دوس لير، عدينا الدروينج خلاص، اخش على المش، مش انبوت ستاندرد بلان، مش انبوت دي بس فيها كل حاجه، اخش على المش انبوت. طيب هنا ما لقيتش حاجه، ما لقيتش الرسمه بتاعتي، اعمل ايه؟ في هنا العين دي زي الفيو، وادوس هنا. انا عايز اصغر حاجه من انهي لير؟ دي كل فوق دي كل اللير اللي عندي، انا عايز اصغر حاجه من انهي لير؟ من دوينج انبوت. تمام، هو البرنامج ليه سيستم بيمشي بيه، انت لو فهمته هتلاقي نفسك البرنامج سلس جدا. انا عايز اصغر حاجه من دوينج انبوت، يبقى اخش على دوينج انبوت ادوس ايه شو اول، عايز اصغر كل حاجه هتصغر لي هنا في اللير. طيب هبتدي بقى ايه ارسم. طالما انا في اللير بتاعت الرسم العناصر، هلاقي العناصر موجوده عندي هنا على اليمين، هلاقي كابلات، هلاقي اي حاجه، لا هلاقي بس حاجات اللي انا هرسمها. نبدا باول حاجه هنرسم الحيطان دي وول، هنا ترسم من السنتر، هنا ترسم من على اليمين، هنا ترسم من على الشمال. يعني ايه؟ يعني كده دي الحيطه بتاعتي، نشغل السناب ميد، نشغل بيربنديكولار او الاوسو، كده رسمت حته في السنتر لاين. طيب لو عايز ارسمها من الايدج اليمين ادوس هنا هولد كليك جامد، بعد كده رايت، الحته دي تلخبط مش دايما هتحفظها، ممكن ترسم كده ممكن ترسم كده على حسب انت عاملها رايت او ليفت او من تحت او من فوق او يمين او شمال. تمام طيب عايز اجيب بقى الخصائص الحاجه اللي انا هرسمها دي، ادوس تك كده عليها. انا عايز استخدم كونكريت ميكس كام اللي انا عرفته اللي هو 40 اكس يو. تمام ارتفاع الحيطه كام؟ 3.5 متر مثلا. طيب عايز السبورت ده تحت ولا لفوق؟ انا هرسم كله تحت، لو الدور عندي متكرر هاجي في الاخر اخد الامدان والحوائط دي كلها اطلعها فوق. دلوقتي انا عايز ارسمها بلو، السكس بتاع الحيطه 30، انا هنا عاملها بالمتر. طيب هتشتغل كومبريسبل، يعني حاجه الاستيك او قابله للانضغاط زي العمود زي الحيطه زي الكلام ده كله. طيب
فيكسد فيو فيكسد ني وفيكسد فور ده البيهافير بتاعها من فكسده في البلاطه ومن فكسده تحت. شيول دي بتاعت الحيطه انها تعمل ريزيست في اللاتر، يعني تمسك البلاطه في اتجاه اللاتر. فانا بعلم على دول كلهم صح، يبقى كده انا خلاص ظبطت البروبيتس بتاعتي. الفيكسد معروف يا ايه؟ الفيكسد دول معروف معناهم انها متفكسده تحت في الفاونديشن او في الدور اللي تحتيها متفكسده في البلاطه. يفضل انك تعملها فيكس الشغول يعني انها تشتغل زي العمود تقريبا. هي السبورت سايد هي بلو سبورت سيت دي ابلوي اباف. انا عايز الحيطه دي تحت البلاطه ولا فوق البلاطه؟ انا عندي بلان واحد، عايز الحيطه دي تشيلها من تحت ولا تبقى فوقيها؟ انا عايز اشيلها من تحت تبقى بلو. وده ارتفاع الحيطه 3.5. اي اس ام دي هي انفورميشن عايز تكتب لها اي دي الكلام ده كله. تدوس اوكي كده انت عرفتها. تيجي ترسم هتترسم على البروبرتيز الديفولت اللي انت عرفتها. اهو. ممكن اغير البروبرتيز بتاعتها بعد الرسم. بالظبط. انت دلوقتي رسمتها اهو هدوس كليك يمين انا مختارها. سيلكشن بروبرتيز. يجيب لك الويتس بتاع الحته دي بس. انما لما دوست كده هنا دي الجنرال حاجه الجنرال. حرك الحته دي كده بالموف. خليها سنتر بعد كده اسم الحوائط لما تيجي تقسمها تخليها لازم تتقاطع في السنتر لاين. يعني حتتين متقاطعين على بعض لازم واحده تكون عمودية على التانية في السنتر لاين، مش تفرق انهي على التانية. ممكن تعمل كده ارجع للسيلكشن وادوس على الحيطه ادوس ستريتش خليهم بالمنظر ده. اجي هنا اكمل ممكن اعملها برضه بالشكل ده او ممكن اسيبها زي ما هي معموله كده، بس لازم اتنين يتصلوا ببعض في السنتر لاين عشان البرنامج يفهموا ان هم حاجه واحده. طب مش متصلين مع بعض في السنتر لاين هيجيب لك وين، يقول لك في حتتين قريبين من بعض مش متصلين مع بعض في السنتر لاين. طيب نكمل رسم الخوائط سريعا. وانا لو عملت دي اكس فيعني ان انا مرسمتها ما هو دي اكس ملوش لازمه، كل اللي هيجي لك رسمه انت بترسم عليها ايا كان الرسمه دي، او ممكن اجيب رسمه متكعبله وافضل ارسم عليها. مفيش كونكشن بين الهندسه والبرامج الثانيه زي الريكاس او الريت او غيره؟ لا في كونكشن بينه وبين الرام ستراكشر اليمنت بس. الرام ستراكشر اليمنت الرام ستراكشر ده حاجه عامل زي الكتاب كده بس بتاع شركه بنت. انا اعرف ان في كونكشن ادابت مع تيكلا ستراكشر ديزاينر. مع التيكلا؟ تيكلا ستراكشر ديزاينر اللي هو بتاع التصميم مش بتاع المدينه. اه. في ما بين الادابت والتيكلا. هو هنا ده بيتصل مع الرام ستراكشر اليمنت بس. حاجه عامله زي الكتاب كده بس تبع شركه بنت. ايوه. برنامج كويس على فكره. بس هو طبعا كله بيشتغل بالكتاب. هو ماينس تبع مش تبع بنت صح؟ ميداس؟ لا. متهيألي كده ميداس اعتقد لا. ليفت وول. الحته دي سكنسها جوه من 30 نخش على الحته دي. خلي سكنسها 40. كده ممكن نيجي نعمل الحتتين دول كده هدوس شيفت عشان اختار حاجتين مع بعض. اول حاجه دوست كليكتين هنا كده دوس شيفت دوست على الحته الثانيه وانا دايس شيفت هدوس ميرور اجي هنا في السنتر واعمل ايه بس دوس كنسهم اكبر دوس كنسهم 40
دي سكنسها 30 زمنية مزادتش، هرجع اخليها بوينت سكنس. ستريتش كده تقريبا ده هو ده. ممكن اخد لاين هنا وعلم على دول كده سيلكت وادوس شيفت ميرور هنا، هو انا عامل سنيب على السنتر لاين هنا، اجي يعمل سنيب على السنتر لاين ادوس ميرور علي نفس الكلام هنا. حاول تنجز نفسك بايه؟ بالمتاح يعني. تيجي ترسم حته هنا عشان ارسمينها ليفت، السكنسة 25 كده. انت رسمت كل الحوائط اللي عندك تمام. نخش بعد كده على العمدان الارتفاع بتاعها. اول حاجة كونكريت ميكس 40، لو مستخدم كونكريت ميكس مختلف هيجيب لك ويننج وانت بتعمل مشي. طب انا الحاجات دي محدودة ايه؟ هتتحدد كلها الاكس يو بتاعت المشروع مثلا؟ الاكس يو بتاعت المشروع لو في ايدك انت كديزاينر خليها حسب الزبونات، شايف زبونات كبيره تستدعي اف سي يو كويسه خليها 40، شايف زبونات متوسطه 35، زبونات تعبانه 5 و6 خليها ايه؟ 30. لو بتتحدد وده في الغالب على حسب المشروع او حسب المالك او المقاول بتاخدها زي الداتا اللي هم بيدونا بتشتغل عليها. بتستخدم مثلا اف سي يو كذا، بتشوف من المعماري دفع لي ادوار كام وهكذا. توصيات بيستخدم اف سي يو كام في المشروع، هو دايما بيبقى مديها لك. استخدم اف سي يو مثلا في مشروع 35 للبلاطات والعمدان، والقواعد بقى بيستخدم مثلا 30 وهكذا. طيب الارتفاع بتاعي كام؟ 3.5. السبورت بيلو ويدز ده عدد العمود او البعد الصغيرين، ديبس ده البعد الكبير. طيب انا عايز اخلي العمود مثلا 40 في متر 20، الانجل بتاعها بتاعت الروتيشن زيرو، البندنج ستيفنس فاكتور ده الستيفنس بتاع العمود. طيب في هنا بيقول لك في برنامج ممكن انك تعمل العمدان الطرفيه البندنج ستيفنس فاكتور بتاعها بنص. ليه؟ عشان العمدان دي معرضه اكتر للتشوهات والعزوم والانحناءات، فممكن اقلل الستيفنس بتاعتها شويه بحيث انها معرضه ايه؟ للخطوره اكبر. فاصمم واخد اسايف نفسي ان الستيفنس بتاعها اقل، زي ما بعمل ايه في الزلازل كده، باخد الستيفنس بتاعت العمدان اقل شويه. طيب لما اخد السيفتس بتاع العمدان الطرفيه بنص هستفاد ايه؟ اللي هيحصل عندي مثلا عندي عمود طرفي زي هنا مثلا، لما اقلل السيفتس بتاعته خليها النص العمود هيسحب مومنت نيجاتيف اقل عنده. طيب لما العمود يسحب مومنت نيجاتيف اقل ايه اللي هيحصل؟ المومنت البوزيتيف في وسط الباك هيزيد تمام. بس انا ما بحبش اعمل الموضوع ده، بحب اخليها بواحد زي ما هي. نرجع للمش انبوت، نرجع نستكن على العمدان الويدز والديبس والانجل قلنا بزيرو، البيندنج ستيفنس فاكتور سيبها بواحد، العمود ده فيكسد فار وفيكسد نيو كومبريسر، رولر مش عايز اعمل رولر تمام، رولر اللي هو مش هيشيل شيء رياكشن واحد بس. ادوس اوكي وارسم العمود. انا برسم العمود اعلم على السنتر عشان يسناب في السنتر بتاعه زي كده مثلا. هنا مثلا لقيت ابعاد عمود مختلفه اللي هي مثلا متر ونص، دي بقى رقم حاجه في الجام ان ابعاد العمود انت بتجربها لحد ايه؟ لا مفيش ستريتش للعمدان. احسن حل للموضوع ده بالظبط انك تكون لا جايب ال جايب القطاعات بتاعتها من الكاد اللي رحت محاول اعملها، والقطاع ده مثلا سي 3 انت عارف تجي تيجي مره واحده تعرف مثلا سي 3 30 في 80، تكتب هنا 30 في 80 وتعدي على كل سي 3 قدامك وترسمه، ده اسرع حاجه. مش هو بيقول لك ان البرنامج مديك حاجه اسمها بيلنج سيفتس فاكتور، دي استخدامها في ايه؟ بيقول لك ان الكومنديشن ممكن تاخد العمدان الطرفيه البيلنج سيفتس فاكتور بتاعتها بنص. طب ليه؟ عشان بيقول لك ان العمدان دي معرضه لعزوم اكتر ومعرضه لانحناءات اكتر وتشوهات اكتر، فلما هي حاجه بتكون معرضه لتشوهات اكتر معناها كده السيفتس بتاعتها ايه؟ هتقل عن العمدان الثانيه. يبقى العمدان الثانيه معرضه لاكثر من
هو بياخد ارك فاكتور في سيفتي نص يعني بيقول لك قمه النص دي ليه اكتر معدل في النص بكتير طبعا يعني المعدل الغرفيه معدل المومنت اكتر وشيخات اكتر بكتير ان العمود بيبقى شايل من ناحيه واحده لكن العمود اللي في النص بيبقى شايل المومنت الناحيتين فمش هيحصل له بيندنج الا لو الاحمال هنا زياده الاحمال هنا بزياده لكن العمود الطرفي بيكون شايل المومنت من ناحيه واحده والناحيه الثانيه بيكون شايل حاجه فبيحصل له بيندنج لو دخلت على اي موديل كتاب وعامل العمدات الطرفيه بص على العمدات الطرفيه هتلاقي المومنت عنده اعلى بكتير من العمود الداخلي تمام فعشان كده بيقول لك ممكن تاخدها بنص لما تاخدها بنص اللي هيحصل السيف ستارت هتقل هيسحب مومنت اقل المومنت في الباك الوسط في الاولانيه هيزيد بس النص ده كتير ده قيمه ريكومنديشن من البرنامج يعني هو بيقول لك ان الستيفز بتاع العمود ده هيكون اقل تقريبا النص من العمود اللي جوه عشان ده شايل من ناحيه واحده والعمود اللي جوه شايل من ناحيتين بس انا نفسي بسيبها واحد ما بعملهاش يعني تفرق في المومنت قد ايه بتفرق كلام فاضي جدا المومنت في النص تفرق كيلو نيوتن واحد مثلا انا بص اقول لك المعلومه بس بقول لك برضه بشتغل بايه فاهم قصدي هي بتفرق 1 كيلو نيوتن مثلا او حاجه طيب في حاجه هنا تاني في العمدان لو انا عايز اسمع مود سيركلر باجي اخلي الويتس ده بصفر بيبقى الدبس بتاعي ده هو الدامج ادوس اوكي ارسم عمود سيركلر تمام اخد العمود اللي رسمته ده ممكن اخده كوبي واشوف الانتن اللي شبهه في الدايمنشن اجي اسمه كوبي ده موف واقعد شيفت ده اكبر منه اكبر ممكن ينزل هنا ابعده اكبر نول 90 90 ايه تقريبا معظم المربع وهنا برسم كذا مره يعني مثلا دخلت على امر او قعدت رسمت كذا عمود يعتبروا كانه ارين صح يعني مثلا اصغر واحد تاني يظهر لا كل واحد حول لوحده انا حسيت ان لما حضرت صغرت اللي فوق من تحت لا هو كان عامل سيشن الاثنين انا كنت لما صغرت ده التاني سيشن كنت معلم على الاثنين اي حاجه بس هنا بتتقسم بالبروبس الديفولت اللي هنا لو انا عايز اغير حاجه اللي بختاره بس هو اللي بيتغير دي اكتر حاجه ممله هنا رسم المش انبوت بالذات موضوع الانتن مش عارف ابعاده لازم تفضل ترسم بالطريقه دي انجل بتاعت خلية 90 عشان ده ملفوف 80 40 الاسم اللي اتكتب على طول بس انا مش معايا اسامي الويتس 60 وده متر 10 مثلا دي ايه بقى؟ ابعاد ابتدائيه برضه دي ابعاد العمدان لا العمدان معمولها ديزاين مفروض والعمدان دي فايده عندك يعني لازم تشتغل على السقف بدون فاينل حتى لو غيرت ابعاد العمدان بعد كده المفروض ترجع تغير ابعاد العمدان على السقف وتشيك هي ممكن هتفرق حاجات بسيطه مش حاجه كبيره يعني 60 60 مثلا الدبس بتاعه خليه 50 وده كان برج هندسي ده كان شركة إدارية بتاعت شركة ماين كان حوالي 12 دولار عشان عندنا قاعات كبيرة يعني ممكن يكون بيصمم ايده فرق 12 دولار مشهور العمود ايه؟ مشهور مشهور؟ لا عمود شكله غريب يعني؟ لا مش هتعرف ترسمه ممكن ترسمه مش عايز تشكله ترسمه كحيطه يا اما ترسمه بحوالي شكل تقريبي او ترسمه تجيب الاريا بتاعته تعملها على شكل مربع لو عمود شكل مكسر وبتاع مش هتعرف ترسمه ترسم اقرب حاجه ليه
لا ده المكان اللي كان مكتوب فيه الدرس بتاع ال للأسف يعني دايما بياخد وقت، احنا ممكن نوقف التسجيل كده، رسمنا كل الامتحان مش فاضل امتحان تاني ولا حوط. نخش على الحاجة اللي بعدها اللي هي ايه؟ السلاب. عدي السلاب في الاوبننج، تعال نقسم الاوبننج الاول كده. مش مدي اهمية لأي حاجة للسلاب، ايه؟ مش مدي اهمية لأي حاجة للسلاب. ايه؟ البرنامج نفسه برنامج، لا هو بالنسبة له كله زي بعض، بس هو مش الانبوت بتاعه، الرسم بتاعه صعب شوية تقليدي قوي. طيب الاوبننج ندوس عليها تكتين، نلاقي مفيش ليها اي بروبيتيز غير حاجة اسمها البريورتي، الاولوية. الاولوية 20، يعني ايه اولوية 20؟ يعني اي حاجة في البلان، مسطحات، سلابات او كده، بتترسم بالبريورتي. يعني ايه؟ انا لازم سقف البريورتي بتاعه 1، جيت رسمت في اي سقف ثاني البريورتي بتاعه 5، هيبقى انهي بروبيتيز؟ بتاعت الواحد ولا بتاعت الخمسة؟ بتاعت الخمسة، بتاعت الحاجة اللي ليها أولوية أعلى. وده هنطبق طبعا على الجروبات بالظبط. أنا عليك يعني الأوبننج البريورتي بتاعتها 20، رقم البريورتي ده مش مهم، حتى لو واحد واتنين، الاتنين هو اللي هيغطي. يعني هقول لك بص، خلينا نبتدي بالسلاب الأول. تعال ندوس على السلاب. البريورتي بتاعتها إيه؟ كونكريت ميكس اف سي يو 40، السكس بتاعها قلنا هيبقى 300 30 سنتي. السيرفس الفيشن يعني متهبطه او عاليه؟ لا انا عايزها في منصوب الصفر. البريودي دي اللي هي الاولويه بتاعتها، البلاطه دي الاولويه بتاعتها 1 اللي انا هقسمها دي. يعني ايه اقول لك؟ يعني اولويه 1. دلوقتي انا هقسم السقف اهو، بص على نقطه نقطه مفيش هنا حتى امر قلقه البلاطه كلها مره. يعني العمدان ما عرفتش اعملها اعمل بلاطه. النقطة دي هتعمل مشكلة في المشنج، اعملها ونشوف هتعمل مشكلة ولا لا. الجزء المرفرف عن السنتر لاين العمود او الحيطة، البلان بيحسه ولا بيعتبره؟ يعني ايه؟ مش فاهم. يعني ده احنا المفروض ان احنا بنحمل العمود هو نقطه المفروض، ماشي، اللي هو سنتر لاين العمود اللي هو السنتر بوينت بتاعه بالظبط. مش هو البتاع كده، الحيطه مرفوعه على العمود مثلا 30 سم. الحيطه مرفوعه على سنتر لاين العمود، لا مثال من الناحيه من خليفه الشمال مثلا. مثلا من السنترول بتاع العمود ده لوش لوش البلاطه الناحيه الشمال. الحته دي يعني؟ مش الحته دي، لغايه سنتر العمود ده. ايوه لغايه كده بالظبط. بيتعامل مع العمود على انه نقطه ولا كله مستف؟ هو نقطه وكله مستف، الرياكشن بتاعه بيصير في نقطه وبيشيل في نقطه، بس الحته دي كلها من البلاطه كله مستف زي السيف كده. حلو الكلام. تمام؟ لا يعني السكشن بتاع العمود شغال كله. العمود ده معلش مظبوطه. في عمود هنا مش مرسوم. طيب البلاطه دي قلنا البريورتي بتاعتها بواحد. لو جيت هنا رسمت بلاطه ثانيه اللي هي الدروب هنا، اعمل ستريتش وجيت اعمل مشينج، المش بيتعمل منين؟ من العلامه دي. تمام؟ مش طالما رسمت بلاطه اقدر اعمل مش، ما رسمتش بلاطه هاجي اعمل مش هيقول لي ما فيش بلاطه اصلا عشان اعمل لها مش. هعمل مشينج من هنا اهي، من هنا بدوس عليها جنريت مش. حجم المش بكام؟ بواحد مثلا دلوقتي، واعمل مش هيقول لي في سلابتين بنفس البريورتي، يعني في بلاطتين فوق بعض في نفس المنسوب بنفس البريورتي، مش عارف يشتغل، لازم واحده تكون البريورتي بتاعتها اعلى من الثانيه. يعني هي من الاخر هيبقى يعني فيهم لا ازود البريورتي بتاع الدروب، انا عايز اعمل دروب فوق البلاطه. يبقى اجي على الدروب كده اللي انا رسمته ده، خليه البريورتي بتاعته 5 او 1 او 2 او 2 قصدي كده. هو هيقرا لما اجي اعمل مش هيبقى ايه؟
مش هيجيب لي اول حاجه ورنينج بتاع الدروب سكنس والدروب كل حاجه بتاع الدروب. هعمل دروب سكنس 30 خليه 45 نعمل ميشن او ممكن نخليه 40 لو عايزين. طيب عايز اشوف هو انهي فيهم اخش layers element اللي بعديها على طول structure summary perspective اي حاجه برسبكتيف وعليها الشكل ده اللي هو شكل الايزومتريك 3 دي ده معنى كده ان الحاجه ده 3 دي مش بلان. بدوس هنا باجي بعمل روتيت لقيته هنا ايه رسم الدروب معنى كده ان هو قرا الدروب وما قراش البلاطه. طيب لو خليت الدروب البويت بتاعه بواحد والبلاطه بخمسه مش هيشوف الدروب اصلا مش هيسمع. هو كده بيبص على الدروب من تحت انا دلوقتي انا لفيت جبت شكل البطن تحت بشوف الدروب اللي انا عملته اترسم ولا لا. انا عايز اعرف الدروب اللي دلوقتي انا عملته اترسم ولا لا. الاثنين مرسومين على بعض فهو في الحته دي ياخد ستيفنس البلاطه ولا ياخد ستيفنس الدروب فانت بتدي الدروب بريوريتي اعلى ففي الحاله دي يروح جاي عند الدروب ويقرا المنطقه بتاعتها بستيفنس الدروب مش بستيفنس البلاطه. بص دلوقتي انا عايز ارسم دروب لو رسمت فوق البلاطه هيبقى هاجي اعمل ميشنج هيقول لي في مشكله في حاجتين بلاطتين فوق بعض. هو دلوقتي عشان اشوف انا عايز ارسم دروب يبقى لازم اخلي الدروب بتاعتي البريتي اعلى عشان يقراه عشان يشوفه لما اجي اعمل ميشن. دلوقتي انا عملت دروب البريتي بتاعته بخمسه البلاطه بواحد هيبقى ايه؟ هيبقى في الحته دي اللوكال دي هيبقى الدروب هيشوفه. لو عملت دي واحد اهي عملت البلاطه بخمسه هاجي اعمل ميشن انا جايب لك السي دي عشان اشوف لو اوريك ان الدروب اترسم مش اكتر من كده يعني. بص جه هنا هو مكان دروب مفيش دروب ما راهوش عشان البريت بتاعته اقل من البريت الحاجه اللي مرسوم عليه. نرجع تاني يستحسن انك لما تيجي ترسم عمدان في اللير كات ما تخليش باللون الاخضر ولا لما تيجي ترسم دروبات ما تخليش باللون الازرق عشان دلوقتي احنا رسمنا دروب مش باين ان احنا رسمناه زيه زي اللون اللي ما اترسمش. ممكن نيجي هنا من الالوان نغير drawing default column above نغير السلاب لون السلاب نخليه مثلا احمر او نخليه اصفر مثلا كده بانت السلاب اللي احنا رسمناها. وتغير الالوان بتاعت اي حاجه من هنا الوان الكونتور الوان الاليمنت اي حاجه. طيب ناخد الدروب ده كوبي السنتر بتاع العمود نحطه هنا كوبي كوبي كوبي. لماذا التطبيق ما ظهرش شكل الميشنج؟ بتظهر بس هوريها لك في الاخر انا لسه خلصتش كنت عايز اوري له بس شكل الدروب. طالع بقى البلاطه هنا اعمل له ستريتش. طيب اجي هنا اقف عند ايدج البلاطه بص على ده كلين اختار كويس انت محتاج لسه بعدين ايه؟ محتاج لسه بعدين دي؟ لا مش قوي مش دلوقتي يعني. دي ملخبطه ممكن ارسمها من اول دي احنا ماشي.
دلوقتي احنا في مشكله بوظنا البروجيتي واحنا بنشرح. طيب عايز اظبط الموضوع ده، اختار كل البلاطه واعمل كليك يمين سيلكشن فلتر دوس كلي اول. انا محتاج ايه؟ سلاب اريا بس كده. اخترت سلاب اريا، كل حاجه مختارها، دوس شيفت ودوس تكنيك على البلاطه. انا مش عايز البلاطه ده كده كده معايا كل الدروبات، خليها بخمسة. البروجيتي بتاعت السكس بتاعها خليه 450 تمام كده. طيب تيجي البلاطه بقى، خلي البويت بتاعتها بواحد بحيث البلاطه اقل حاجه اي حاجه سموا فيها تظهر، سواء فتحه او دروب او اي حاجه كده. رسمت البلاطه. طيب في طريقه تانية لرسم دروب بانل، ايه هي؟ احنا دلوقتي كنا بنرسمه زي البلاطه، في حاجه ثانيه ندوس هنا هولد، اي حاجه تحتها سهل ندوس عليها هولد تظهر لك الاوبشن بتاعتها. انت كنت مصغرها هولد طلع حاجه اسمها دروب كاب. دروب كاب ده تيجي هنا تدوس على السنتر بتاع العمود هيظهر لك هنا الويندو دي. عايز الدروب بانل سكوير ولا ريكتانجلر؟ مثلا ريكتانجلر. اوفست من النقطه اللي دوست عليها كام؟ متر ونص. اوفست يمين متر ونص، ده كده يمين وشمال، بعد كده تحت متر ونص، فوق متر ونص. عايز الانجل بتاعته كام؟ صفر ولا 90؟ ولا مثلا لفه بطريقه معينه؟ خلينا مثلا متر 80 متر 80. تدوس اوكي. هترسم دروب حوالين العمود النقطه اللي دوست عليها. ايه الفرق بين كلمه دروب بانل ودروب كاب؟ دروب بانل ده السقوط اللي واخد الشرطات بتاعت الكود، اللي هو اقل ترتفع ليه تساوي السودز الاسبان الصغير، واكبر ترتفع ليه تساوي الاسبان الصغير على اربعه. الدروب كاب ملهوش شروط، بحط اي شكل انا عايزه فوق البلاطه سواء محقق الشروط دي او لا. طالما مش محقق الشروط دي بقى دروب كاب. دروب بانل بيكون حق الشو بتاعت الكود. طيب نيجي نرسم هنا، دي الاوبننج بقى. قلنا مفيش فيها اي اي حاجه غير بريت بس 23 عشان ترسم فوق اي حاجه. نرسمها كده. بعد الرسم بتاعها هاخدها كوبي. كل دي سلانم. في اوبننج تاني؟ مفيش. في كومر؟ في كومر. نيجي بقى نوصل الكومر، ندوس هنا نكمل، يطلع لنا حاجة اسمها بيم. ندوس عليها بيم ليفت وبيم رايت زي الحيطة بالظبط، نفس الطريقة، الموضوع ليفت ورايت، بس لا تكتب نشوف البروجريس بتاعتها. كريت ميكس اف سي 40 السكس بتاعها كمان دي مش مضروب على سكس، ممكن نخليها 80 800 ملي. السيرفس الفيشن بتاعها صفر مش متهبطه او عاليه. لو عايز كاميرا مقلوبه اطرح السكنس ناقص السكنس دبس البلاط خليها كاميرا مقلوبه. هوريها لكم دلوقتي. الويتس بتاع الكاميرا 250. طيب هنا بيقول لك مش از سلاب، لو دوست على التشيك بوكس ده بيطلع لي بريوريتي تاني. يعني ايه مش اسلاب؟ مش اسلاب دي لو عايز اعمل الكاميرا يحصل لها ميتشنج كانها بلاطه. يعني ايه؟ لو عايز اعمل هيدن بيم، لو عايز اعمل حته في البلاطه كانها كاميرا واحط فيها كابلات ويقراها كانها كاميرا اعمل مش اسلاب. لو انا بشتغل ستريب ممكن اعمل مش اسلاب، لو عايز اعمل هيدن بيم في البلاطه اعمل لها مش اسلاب. هشتغل كاميرا عاديه خالص اعملها سيبها زي ما هي كده. مش اسلاب ده بيخليها تحصل لها مشك كانها جزء من البلاطه. واقدر احط فيها كابلات واقدر اعمل فيها اللي انا عايزه، حتى لو كاميرا على كده ممكن احط فيها كابلات، بس كده هتشتغل كانها جزء من البلاطه. زي الهيدن بيم بالظبط. بص في حاجه اسمها في فواتير بردك، لما خلاص انا عندها في فواتير بردك بس مثلا
عملش كاميرا وحط الكاميرا بحيث انها مثلا لو تحت حيطه او حاجه مثلا زي خرسانة عادية مثلا. الفواتير دي اللي هي فتحات بحط حوالين فتحات فواتير ده عادي. لا لا مثلا في مثلا حيطه تعملش تحتها كاميرا وحط فواتير عشان خاطر في هو عامة في الفلات ستاب عليها ممكن تعمل الحيطة وما تحطيهاش فواتير عادي. في البوستن شال نفس الكلام ممكن ما تحطش فواتير عادي. لا مش لازم تحت كل حيطة تحط فواتير. طيب نشيل الاوبشن ده ونرسم. كم هي دي 30 عشان تبقى مع دبس الحيطة. لما نيجي نقسم الكاميرا هنا على حيطة نقسمها نحملها على السنتر لاين بتاع الحيطة. لو مني دي مش مظبوطة نيجي نقسم الكاميرا هنا. في كاميرات تانية مفيش كاميرات تانية. لو احتاجنا كاميرات ديزاين احتاج كاميرات مثلا حبينا نحط كاميرا بنش ممكن نحط كاميرا ايه على الطرف. ممكن نحط مثلا كاميرا هنا عشان عايز اوريكم حاجة. الفايل بتاع الكابلات في الكاميرا بيكون متغير بس يعني الكاميرا ممكن تحطها من السنتر ممكن تحطها للإتش. طيب يستحسن لو عندي كاميرا ماشية على إتش بلاطة مثلا زي هنا لو حطيت كاميرا بينهم يفضل إني لما يكون ناحية سيمبل أحطها على وش الكاميرا، ناحية كونتينيوس أحطها عند السنتر لاين بتاع العمود. أحط الكاميرا عند وش العمود لو سيمبل، حطها عند السنتر لاين بتاع العمود لو كونتينيوس. ليه؟ اقول لك ليه. لما احطها على الوش ما بتاخدش ستيفنس بتاعت العمود، ما بتسحبش نيجاتيف مومنت عالي، فتعتبر سيمبل. لو كونتينيوس يبقى في نيجاتيف او وصلها للسنتر عشان تسحب نيجاتيف مومنت، تعتبر كونتينيوس يعني. بعد كده مثلا الكاميرا هتبدا من هنا. احطها هنا على وش العمود عشان دي البدايه ناحيه السمبل. هنا بقى اجيب بقى احطها بالنص عشان دي كونتينوس. هكمل حتى لو مش لازم ست عمود بالظبط، المهم تخش النص العمود. فاهمين قصدي؟ يعني هنا دلوقتي مش السنتر بس هو مدخلها نص العمود. لما احطها في السنتر لاين بتاع العمود تمام هتسحب مومنت نيجاتيف فهتعتبر كونتينوس، تاخد شكل المومنت كونتينوس. لما احطها على وش العمود مش هتسحب مومنت، تعتبر ناحيه سمبل. فهمت قصدي؟ يعني هنا مفيش ريليز زي في السيف، تعتبر الطريقة دي الأقرب للريليز. كده أنا رسمت السقف كله تمام؟ هاجي أعمل مش. طيب الإليمنت بتاع المش سايز كام؟ بص بيديك ريكومنديشن إني في البداية أنا مش بعمل ديزاين، أنا بس بعمل جاند بسرعة عشان بعمل أناليسيز وبشوف نتائج تجريبية. ففي المرحلة الأولانية اللي قبل الديزاين النهائي بخلي الاليمنت سايز اكبر سبان او السبان السائد عندي في البلاطه على 6، فبيديني مش سايز كبير، فمعنى ذلك بيعمل جنب بسرعه. طيب في مرحله الفاينل ديزاين او فاينل شيك بيبقى السبان على 12، بيديني مش سايز قليل فاكيرسي اعلى. فدلوقتي انا مثلا عندي السبان 11 يبقى 11 على 6
الاكوا زبان عندك او الزبان السائل عندي، لو الزبان كلها مثلا 80 او 9 تقسم 9 يبقى هنا كام؟ 1 على 81. ممكن تخليها 1.5 هيعمل برضه مش بسرعه، هو بنام خفيف ما بياخدش وقت في الرن بتاعه. سجلت الصلاه لا مش انا والله السجاده. احنا كده عمل دوست مش عملنا مش. طيب عايز اشوف المش بتاعتي، بشوف بروح فين، بروح لير تانية. قلنا كل حاجه في لير معينه، ليرز اليمنت ستاندرد بلان، شوف المش اهي. لو بشتغل على تاب 9 او الحاجات دي ممكن اصدر المش من هنا واديها للكاد، ارسم البلاطه بسرعه على الرام، اصدر المش واديها على الكاد، يبقى عملت اوتوماتيك مش بدل ما اعملها ايه وافضل اعمل استريتش على الكاد والكلام ده. وممكن اخليها شكلها ريكتانجلر بدل من الشكل ده، مع ان الشكل ده السبيكيشن بتاعته احسن، بس ممكن اخليها ريكتانجلر بطريقه في الاخر هوريكوا ازاي. لما ارسم ديزاين ستريب هتبقى ريكتانجلر. بس خش على الايرز تاني اليمنت. هنا انت لو عايز ترسم مش بقى، شايف الحاجات دي؟ انت كده لو عايز ترسم مش مثلا تمسح مش وترسم مش والكلام ده، بس انا طبعا مش هعمل كده، مش محتاج، انا بعمل اوتوماتيك مش هنا بس بشوف شكل المش بتاعتي. طيب اليمنت تاني كده بيجيب لك العمدان، بيجيب لك ابعادها دي 70 دي 70 اتش 3.5 فيكس فيكس كومبريسابل اف سي 40. هنا السبورت اباف سبورت بلو، وده بيجيب لك الاستبات. وهنا بيجيب لك التيبلز، تيبل للعمدان لير element table كل ده line spring كلهم elements pro step elements step. انت كده مش هتحتاجها في حاجه يعني، مش كل جدول هتحتاجها، بس ده بيجيب لك مثلا جدول بتاع elements اللي عندك. فعرفنا كده ان الشكل ده بيجيب لك بلان، الايكون دي ده بيجيب لك 3 دي، الفولدر ده بيجيب لك تيبلز. التيبلز ممكن تصدرها للكاد او قصدي ممكن تصدرها للاكسل او الوورد. خش هنا نعدى 3 دي اشوف شكل السقف اترسم عندي المنظر ده. انا عامل سلاب لونها اصفر فطلع لونها كده، نرجعها لونها اصفر تاني مثلا لونها خلاص سلاب. نرجعها اللون الازرق بتاعها عادي. بس دي طرق اظهار بس. ممكن تعمل شكل البلاطه نيون، تغير الشكل، خليها دوتد، خليها سمول، الكلام ده، خليها نيون بالشكل ده. طيب دلوقتي انا عندي البلاطه العمدان تحت بس، عايز اخلي كمان العمدان فوق. تفرق معايا في النتائج حبه حلوين، ان لو عندي بلاطه في النص يعني في عمدان فوق في عمدان تحت لازم امثلها بالطريقه دي. لو بلاطه روف لا مفيش عمدان فوق ولا حوائط فوق، بتدي ستيفنس اكتر للبلاطه وبتقلل مومنت النجم. نخش على المش انبوت. لو عندي عمدان فوق وحوائط فوق يعني دور في النص مش الروف، لازم ارسم عمدان والكوار فوق البلاطه، مش يبقى تحت بس شايلينها، لا كمان فوق، تمثيل صحيح للبلاطه يعني. بتفرق معايا في النتائج كده. اللي هو مش البلاطه مش زي مثلا السيف اللي هو برسم بلاطه في النص، لا السيف برضه المفروض تعمل فيه كده. اه لو بلاطه عندك في النص لازم تطلع عندها فوق. انت بترسم عندها انت تخليها اضعف. نيجي هنا تختار البلاطه كلها. كليك يمين سيلكشن فلتر او من الايكون دي. كلير اول تاخد الكولوم والوورد. كده اختار كل الحوائط والعمدان. تدوس كليك يمين كوبي، تدوس كليك يمين بيست. كده حطيت العمدان مرتين فوق بعض، بس هو مختار انهي؟ مختار اخر حاجه اللي عملت لها بيست. انت هو مختارهم كده، تدوس سيلكشن بروبريتيز بلد بلو تخليها تمام. باخد كل حاجه كوبي وانا في مكاني، ادوس بيست
بيعلم على الحاجه اللي انا عاملها بيست. بلعب في البوست بتاعي اخليها باف اعمل مش بيزود بوست اوف مومنت بس بيعمل ريد ديستريبيوشن للمومنت بالذات المومنت النيجاتيف عند البلاطه. هو المومنت النيجاتيف ده بطل يقل شويه هيروح للعمود مش هيروح للبلاطه فاهم قصدي يعني العمود هيروح للمومنت اكتر. نيجي نخش هنا layer element structure بيسكت لان حاجات كلها طلعت فوق عندنا الكوع بقى فوق وممكن نفس الحاجات تجيبها من هنا layers element standard plan structure بيسكت ممكن من هنا ومن فوق اللي يريحك يعني. طيب كده احنا خلصنا كل حاجه في المشين مود ممكن نعمل سيف في حاجتين ما قلناهمش هنا ده السويل سب جريدي اكشن زي بتاع السيف بالظبط لو عندي لبشه وعايز ارسم الاريا سبرينج بتاعتها بحط السيفز بتاعتها في الزيت وارسم تمام ده زي السبرينج بتاعت السيف لو عايز اعمل لبشه عايز امثل السويل بمثلها بسبرينجات فدلوقتي هنا ده نفس الكلام عايز ارسم سبرينج كده اريا سبرينج ادوس عليه برسم كده وبلعب في الستيتس بتاعت الزد بتاعتها بالايه؟ الستيتس بتاعت السبرينجات يبقى كده ده لو عندي لبشه بمثل التربه بسبرينجات زي في السيف لو لبشه بس وده بوينت سبورت او لاين سبورت لو برسم كاميرا مثلا او حاجه وعايز سبورت بوينت او لاين سبورت برسم من الحته بس دول ما محتاجهمش طبعا يعني تقريبا نهائي يعني. الا برضه لو بمثل لبشه ممكن احط ال اماكن معينه احطها ايه؟ مش موضوع في فاونديشن ممكن اعملها بوست لا لا بس في ممكن تتعمل يعني انا عملت اثنين يعني التوفير فيهم مش كتير بس الموضوع مش شائع استخدامه خالص في اللبشه بس ممكن تتعمل يعني وممكن تبقى موفرة كمان يعني مش في خرسانات انت هتستخدم نفس الخرسانة نفس سكنس الخرسانة الخرسانة مش هي الحاجة الأغلى وتقلل الحديد نكمل كده احنا خلصنا كل حاجة في المشين في حاجة برضه في المش انبوت عشان ما ننساهاش لو عايز ارسم بوست جريب طيب هفترض انا ما عنديش هنا بوست جريب بس هفترض مثلا ان في منشأ جاي هنا مثلا بلاطه هنا والبلاطه الثانيه دي هتنفذ الاول فانا محتاج اعمل بوست جريب في الحته دي او في الباكيه دي هعمل ايه؟ عايز ارسم حته 1 متر او 80 سم هاجي ادوس بوينت هنا دايمنشن او لاين وادوس على الاوسو شايفين في تحت انتر دايمنشن اند بوينت صح؟ في طريقه بقى هنا ترسم بيها عايز ارسم 80 سم هرسمهم ازاي؟ تيجي تحت هنا تدوس ار يعني ريلاتيف من النقطه اللي انا فيها طيب عايز امشي في اتجاه اكس قد ايه؟ 0.8 عايز امشي في اتجاه واي قد ايه؟ 0.0 وبرسم كده رسمني 0.8 احط خط كده لاين هنا خط عمل كده بعد كده اجيب بقى السلابه حددت المنطقه اللي انا هرسم فيها اجيب السلابه وعكس اخلي البريت بتاعتها اعلى من بريت البلاطه اخليها 2 مثلا او 6 عشان تبقى فوق الدروب بس انا محتاج الحته دي جوه الدروب محتاج ارسم بلاطه ثانيه هنا ثاني هنا عشان تبقى بسكنس دروب معايا ودي اخليها مثلا 10
بحيث ان في الحته دي هيقرا البريت 13 اللي هو البريست جيب جود جروب، وهنا هيقرا اللي هنا فوق البلاط بوست جيب جوه البلاط. طيب ايه بقى المختلف في البوست جيب عشان نسميها بلاطه جديده؟ هقول لك يا سيدي، تيجي هنا في البيهيفير انت شغلت ويستات، يعني الستيفنس في كل الاتجاهات واحده، بلاطه اورثوجونال. تمام، لو انا عايز اسم بوست جيب، انا بوست جيب اخليها كاستم، هاجي هنا في الكي اف ار او الكي اف اس حسب الاتجاه، الار ده اللي هو اكس والاس اللي هو واي، هتاكد دلوقتي، بخلي مثلا كي اف ار بوينت او او 1، بضعف الستيفنس بتاعتها في اتجاه اكس، معنى كده انها مش متغبطه مع البلاطه دي في الاتجاه ده، يعني مش هتنقل القوه بتاعت الكابلات، الكابلات تقف هنا، مش هتنقل القوه بتاعت الكابلات في الحته دي، بخليها في الاتجاه العمودي عليه، يعني مثلا الكابلات ايه؟ عشان القوه بتاعت الكابلات ما تنقلش الحته دي، بفصل الحته دي عن البلاطه، فبخلي نقل الفورس الهوريزونتال في الاتجاه ده تقريبا قليله جدا 0.001. طيب انا عايز افصلها لان دلوقتي اقسمها في اتجاه واي، معنى كده عايز اقسمها في اتجاه اكس، عايز افصلها عن البلاطه في اتجاه اكس، يبقى في اما في الار يا اما في الاس، عايز اعرف انهي الار اكس ولا واي والاس هو اكس ولا واي. تاجي هنا مثلا في اللود كومباينيشن اي واحده فيهم والديد ستاندرد ريأكشن، الاقي هنا الاس وهنا الار، لو انا راسم العمود ده مش عامل له روتيشن، بلاقي الاس اللي هي الواي والار اللي هي الاكس، برجع تاني للميش انبوت شوف انا عاملها ايه، بعملها في اتجاه ار يبقى انا كده صح، اجي دي برضو اخلي الست بتاعها بص نص دروب 450، اخلي البيهيفير بتاعها كاستم 0.001. ده كده عملت الجوب، انا قصدي كده عملت الجوب ستريب، بفصلها ناحيه البلاطه في اتجاه اكس، بقلل السيفس بتاعتها في اتجاه اكس عشان يبقى مفيش كونتينيوتي بتاعتها في البلاطه، عشان ما تقلش الفورس من البلاطه لجوب ستريب. هنسيبها ممكن ك مثلا هو جاي يرسم الكابل، يرسمه لحد البلاطه ولا لحد البلاطه؟ لا لحد الكابل، مش هيخش جوه البلاطه ستريب، انا هشده من هناك اصلا. تمام؟ طيب نيجي نعمل مش كده، خلصت كل حاجه في المش انبوت، كل حاجه نخش على حاجه بعد كده الاحمال، نيجي هنا ليرز، خلصت مش ودروينج واليمنت، نخش على لودنج، عايز احط الاحمال بتاعتي، هحط الاحمال دلوقتي، عايز احط فرونت كفر، هحط في الاذر للود، هنا بيعمل ايه؟ عنده كذا لير جوه الاذر، عنده اول لودز بلان وبوينت وبوينت ولاين واريا، دول اللودز اللي انا هحطهم، دي لو عايز اصلا نتائج ستاندرد رياكشن بلان ماكسيمم رياكشن ومينيمم رياكشن. طيب ايه الفرق بين دول؟ انا لو دخلت، ركز معايا في الحته دي، لو دخلت في البوينت لود هرسم بوينت لود مثلا 20 كيلو نيوتن اللي هي 8 طن، هاجي في اللودنج اذر جريد لود واللودنج بلان هلاقيها فيها. طيب طب لو رسمتها في الاذر في الاول هلاقيها في البوينت، كل الفكره ان دي هو عامل ليها زياده كعمليه تنظيميه، بمعنى ايه؟ بمعنى انك لو رسمت البوينت لود في اللير بتاعت البوينت لود مش هتفرق لو رسمتها في الاول ولا في اللاين او في الاريا، رسمت البوينت لود في اي لير من دول تبقى هي هي. طب هو ليه عامل كده؟ عشان ناحيه تنظيميه، لما تيجي تخش على بوينت لود تلاقي بوينت لود بس، على اللاين تلاقي اللاين بس، الاريا تلاقي الاريا لود بس، في الاول تلاقي كله بقى. طب هو بيفصلهم كده ازاي؟ من هنا تيجي مثلا على اللاين، تخش على اللاين تلاقي جايب لك ستاتيك لودنج، دي اللير اللي انا فيها، الاذر الاذر ديد لودنج بلان دي اللير اللي جواها، بعد كده تلاقيه عامل شو للاين بس، فاهم الفكره؟ لو دخلت في البوينت تلاقيه عامل شو للبوينت لود بس، هتخش في الاول بقى لودنج اذر اول، خش على لاين هنا هتلاقيه عامل شو لكل اللودز، فهمت الفكره؟ هي بس عمليه تنظيميه، هنا ظاهر البوينت، هنا ظاهر اللاين، هنا ظاهر الاريا، في الاول بتلاقي كله، عايز ترسم في اي لير انت حر براحتك. هتلاقي نفس الكلام برضه في اللير بتاعت اللايف وكده.
طيب دلوقتي انا عايز اقسم الفلورين كفر. افترض ان عندي فلورين كفر 2، افترض ان عندي وولز مسيحه 3. يبقى هدي هاجي هنا ادوس هنا بوينت لود، دوس على كليكتين تكتب قيمه اللود في اتجاه زد. وقلنا انا عامل الساينس ان الموجب لتحت، يبقى احطها بالموجب، ودي لاين لود. عايز اسم احوال حوائط، برسم هنا لاين لود، وده بارامتر لود. لو عايز ارسم لود على حدود البارامتر، بحيث ان انا عندي حوائط مثلا 25 على الداير بقيمه معينه ارسمها على البارامتر. برسم البارامتر ده ازاي؟ بدوس عليه بعد كده بدوس تكنيك على البلاطه، بيقول لك ديستنس، يعني عايز تموف من طرف البلاطه قد ايه. زي ما تقول اوفست كده، هاخده مثلا 12.5، برسم لي لاين لود باوفست 12.5 على حدود البلاطه دي. لو مثلا عندي حوائط خارجيه 25 تبقى مثلا 17 كيلومتر. تمام؟ انا مش محتاجها. احنا عملنا اوفست 12 علشان يجي الحيطه ب 25 بالظبط، يحطها في سنتر لاين. تمام. لو عندي اجي لود برسمها بالشكل ده، اي حاجه، اهم حاجه تكون واخده البلاطه كلها جواها. باجي في الاخر ادوس كلوز، رسمها، بحط القيمه بتاعتي 5، قلنا 2 و 3 لود. طيب يفضل انك تعمل ترسم اللود لاين لود، ده احسن حاجه، عشان الاجهادات بتفرق في كل ستريب لوحدها وفي كل باكيه لوحدها. فانا لما احط اللود في مكانه بالظبط الحوائط هيطلع لي نتائج ادق بكتير واحسن بكتير من انا اسيح، وهوفر اكتر كمان. تمام؟ بس عشان توفيرا للوقت مش هنرسمها لاين لود. بس لو هترسمها لاين لود هتعمل ايه؟ هتجيب المعماري وتعمل له امبورت. تمام؟ عملت المعماري امبورت، تيجي هنا من اين وتخش على الدروبنج امبورت، تعمل شو اوب، هتشوف فين اماكن الحوائط وتمشي عليها. مثلا هنفترض ان في حته هنا تمشي عليها لاين لود، وهكذا تحسب قيمه اللاين لود بتاعتك بكام وتحطها. تجيب المعماري وامشي على الحوائط. طيب لو عايز احسب اللاين لود بقى احسبه ازاي؟ دي حاجه على جنب، نكمل كده. حطيت الاجل بتاعتي 5 في اتجاه زد لتحت، طيب لو عايز احط، لو عندي بلاطات متهبطه او بلاطات منسوبها اعلى من البلاطه، لما بيسيبها في النيش ايموت بغير السيرفس اديشن بتاعتها. يعني مثلا ندي مثال عشان ما يبقاش في اي حاجه ما اتقالتش، عايز ارسم مثلا بلاطه هنا تغطيه حمام، اديها بريوتي اعلى 2 او 3، ارجع سيرفس الفيشن هقول هبطها 5 سم، اعملها نيجاتيف 0.05 مثلا، خلي السيرفس بتاعها 25 واعمل مشي. مش انبوت اليمنت استرشر سمري بلان، في بلاطه هنا انا هبطها، انت عندك نشوفها اهي، بس عشان 5 سم قليله مش باينه قوي، شايفينها؟ شايفين الايدج بتاعها؟ من تحت مش باينه عشان عاملها نفس الايه؟ السيجنس. انا هبطت 5 سم بس قللت فلس بلاطه، دي التهبيطه. لو التهبيطه اكتر من كده هتبان 10 سم مثلا، هتبان اكتر. اديتها بيوتي اعلى واديتها الاوفست بتاعها الاليفيشن لتحت 5 سم. طيب نيجي بقى للودينج، لو عايز ازود احمال على الحته دي لانها حمام يعني، ممكن لما اجي ارسم اللود اخش عليها بتاعت اللودينج، لودينج اذر ويزد، ممكن ارسم اريا لود كده والعب فيها. انا دلوقتي عايز ازود اللود عند الحمامات 1 صح؟ هنا بيجمع، عايز ازود اللود 1 يبقى اخلي اللود هنا احط 1 زياده، ما احطش 6 لا احط 1 بس. طيب السيرفس الفيشن اخليه ماينس 0.05 كده، اللود ده في منسوب ماينس 5 هيتحط على الدروب بتاع الحمام بس. دي اول طريقه ان انا احط بيها اللود. طيب تاني طريقه امسح بيها الحته دي واجي هنا
ارسم الحته دي بالظبط لود احط واحد بس كده من غير ما العب في السيرفس اديشن. تمام. نيجي بقى نحط اللايف لود. لودينج لايف لود. حط في لايف ان انفيزبل واقول لود سبلان. هاجي برضو اقسم اريا بص فيت سبات اخلي لود مثلا 2.5 ده مبنى اداري. الاداري اللايف لود بتاعه 2.5 كده. حطيت الاحمال بتاعتي. في احمال تانية عايز احطها؟ لا هو اللايف لود ديت بس كده. حطينا الاحمال. عايزين نعمل ران. تعمل ران من هنا. دي كالكوليشن. دي بارشال كالكوليشن. يعني لو عايز اعمل ران جزئي لحد مرحله معينه اللي هي مرحله الاناليسيس مثلا عشان ما اعملش ران لكل حاجه، مع ان كده كده مش هياخد وقت في الران. دي الاول بيعمل ران على كل حاجه. انا كده رسمت وحطيت الاحمال. عايز اشوف النتائج بتاعتي. اشوفها منين؟ اخش على layers load combination. عندي دي كل الكومبينيشن اللي عندي. عايز اخش على الاول ديت. دي ستاندر اكشن بلان. عندي رياكشنات. هنا جايب لي ال اف زد 52 طن بوينت 3 523 كيلو نيوتن. ودي الافات ودي المهم. طيب اخش هنا من ده البلوت بتاع النتائج. ده قلنا بتاع الالوان وده العين اللي اظهر واخفي منها اي حاجه. ودي البلوت بتاعت النتائج. جه هنا لقيته دايس على التاب بتاع الرياكشن. البلوت لاير دي كومباينيشن او اللود كيس. اختار ايه؟ الديفولت. الديفولت يعني ايه؟ يعني اللي انا داخل جواه. انا داخل جوه اول ديت ستاندر اكشن بلان. يبقى اللي يظهر لي هنا الرياكشن بتاع ايه؟ بتاع الاول ديت. دخلت هنا وغيرت الكومبينيشن دي خليتها مثلا سيرفيس بوست اوكي. هلاقي الرياكشن ده اتغير. يبقى ده الرياكشن بتاع ايه؟ بتاع السيرفيس. مع اني انا داخل هنا في الكومبينيشن دي بس انا لعبت من جوه في النتائج اظهرت بتاعت الايه؟ بتاعت السيرفيس. ارجع اخليها ديفولت يعني ياخد اللير اللي هو فيها. طيب ديفرنت لير يعني ايه؟ يعني اللير دي نتائجها بتطرح من اللير الثانيه. لو مثلا عايز اشيل السيلف دي الاول ديد طرحت منها السيلف هيظهر لي الرياكشن ده اللي هو بتاع من الاخر بتاع الفلوينج كفر والوولت. ده لو عايز اطرح نتائج حاجه من نتائج حاجه. ايه؟ في انفلوب. انفلوب هنا بيشتغل في اللوك كومبينيشن بتاعت السترينث وبتاعت ال بتاعت السيرفيس. تمام؟ اقول لك بتشتغل ازاي بس مش دلوقتي. خلينا نكمل معاك. الرياكشن هنا بشغله اكتف او لا. هنا عايز الرياكشن بتاع ايه؟ بتاع الول والكولوم والبوينت سبرينج واللاين سبورت. انا عايز مثلا كولوم بس. اختار ستاندرد يعني ايه اللود بالظبط. الماكسيموم والمينيموم دي لو في انفلوب بياخد الحاجات اللي تجيب ماكسيموم فورس والحاجات اللي تجيب مينيموم فورس. اللي هي اقل فورس على البلاطه واعلى فورس على البلاطه او اعلى رياكشن واعلى رياكشن. طيب دي الحاجات اللي هو هيظهر. دي الاف ار الفلوس في اتجاهها اكس ودي في اتجاه واي. دي اتجاه زد الرياكشن اللي انا عايزه. دي المومنتات. انا مش عايز المومنت في اتجاه زد. انا عايز مومنتين رياكشن. دوس اوكي ظهر لي الرياكشن بتاعي والاثنين مومنت. طيب خش تاني هنا في رياكشنات. هنا في سلاب اطفي دي وشغل دي. دي هيظهر لي نتائج على السلاب. هنا بقى يجي لك الماكسيمم والمينيمم. الماكسيمم يعني اقصى حاجه الكومبينيشن دي هتجيبها لك والمينيمم اقل حاجه. يعني هياخد اللود فاكتور اللي تجيب لي اعلى مومنت. هياخد اللود فاكتور تجيب لي اقل مومنت. هو في مثلا المينيمم دي اللي هي اللي بالنيجاتيف. اه لو عايز لو انا بعمل بشتغل انفلوب بجيب مينيمم مثلا اللي هو فول عند هنا الماكسيمم اللي هو عند وسط البلاط. مومنت بتجيب في الدبس بتاع البلاطه في السنتر بتاع البلاطه واي اكسس. هنا بيشتغل مش زي الكاب والسيف.
اللي هي ام واحد واحد يبقى في اتجاه اكس، ام اتنين اتنين يبقى في اتجاه واي. لا هنا بيشتغل ام واي يعني عمود على محور واي او حوالين محور واي، ده الاي الصح للمومنت. يعني واي اكسس يعني اراوند واي اكسس يعني في اتجاه اكس. هنا بلوك كونتور ولا كلر كونتور؟ خليه كلر كونتور. كيرف سموثينج فيري فاين، شكل الكونتور نورمال مثلا. ليبل فريكوينسي يعني الارقام كل قد ايه، خليها نورمال مثلا. هنا كده جاب لي المومنت او بلاط كده، المومنت في اتجاه ايه؟ في اتجاه اكس. عايز اشوف المومنت اللي اخد استجب فيه، اجي هنا عندي بلوت دي اخر واحده، جاب لك هنا مومنت نيجاتيف ماينس 21 كيلو نيوتن، هنا 21 بوزيتيف، هنا نيجاتيف 65، هنا 63 وهكذا. هاخد مومنت بالشكل ده الاقيه بايظ بالشكل ده عشان ده في الاتجاه الغلط. طب عايز اشوف اتجاه اكس، عايز اشوف اتجاه واي، يبقى اراوند اكس. اخد استجابه كده يجيب لي شكل المومنت. كلر دي هعملها لك بالشكل ده كنترول. ممكن ما تخش شرايح تاخد شرايح بس عايز اشوف قيمه المومنت في حته معينه، تاخد شريحه بس بالطول دي. طيب لو خليت دي فيري فريكوينت هتلاقي القيم على البلاطه بقت في كل حته. خليتها رير او نورمال تبقى قليله جدا، شايفين كل ده اختفى. طيب عندي ايه تاني؟ انا كده عايز اظهر مومنت، لو عايز اظهر مثلا اكسيال فورس على البلاطه او شير او تورشن او ديفليكشن، ده مثلا الديفليكشن، ده شكل الديفليكشن. عايز اشوف الديفليكشن هنا كام؟ 5.21 مللي، 5 مللي. طيب ممكن هنا من فوق يجيب لي ماكسيمم فاليو 5.23 مللي، دي اقصى قيمه للديفليكشن. كل ده في الكومبينيشن اللي انا فيها وطايح منها السيلفيت اللودينج. طيب نرجع للمومنت، نيجي هنا تحت بقى. دي لو انا عايز اعمل زي في السيف بعمل مش واشوف الزياده مثلا محتاج اضافي، اقول مثلا ان هنا 5 كيلو نيوتن ودي 5.1 دي ماكسيمم فاليو. كلر فاليو او كنترول فاليو اللي هو التدقيق بتاعه يعني، اخليها مثلا 1 او 0.1 مش تفرق في اي حاجه خالص. خلاص اوكي. دي مثلا حته المحتاج اضافي عند 5 كيلو نيوتن، اكيد بتشتغل بقى على السيف عادي. ده في اتجاه واي، في اتجاه اكس يبقى حوالين واي هكذا. عايز اظن انتاج من لير تانية، اخش للكومبينيشن السيرفيس مثلا، عندي ماكسيم ديفليكشن وعندي مينيمم ديفليكشن وعندي توب ستريس، ما عنديش مومنت، عايز اشوف مومنت اعمل ايه؟ اخش على الماكسيم ديفليكشن واجي هنا في البلوت اخليها مومنت، اخليها ستاندرد، اخليها حوالين اكس، يبقى انا كده جبت المومنت واخد ستريت. طيب في حاجه تانية ممكن اضيف، احنا قلنا ما عنديش هنا مومنت، ممكن اضيف مومنت، ادوس نيو بلان، انا عايزه فين؟ عايزه في السيرفيس، في اللير السيرفيس، اسميه ايه؟ مومنت مثلا، او اسميه ميكس على طول. يبقى عندي اللي هي جديده بتاعت ام اكس في اللوك كومبينيشن بتاعت التيت لود، اتفتحت اهي. بص من فوق سيرفيس ديد لود ماكسيمم بلان، اجي هنا اظيف فيها اللي انا عايزه، انا عاملها ام اكس يبقى المومنت حوالين واي، ستاندرد واظبط المومنت، خليه كلر كنترول. ولو جيت من هنا layers load combination service load load الاقي هنا ايه؟ mx plan، ده لو عايز اضيف بلان جديد يعني. زي ما قلت لك ينفع اغير، اهم حاجه ينفع تغير layer من فوق. لما اجي
ارسم الكبدات هحتاج معايا المومنت عشان ارسم الكب على شكل المومنت. دلوقتي انا عرفت المش انبوت بتاعتي رسمت البلاطه وحطيت الاحمال واظهرت النتائج. اقدر ارسم النتائج اللي انا عايزها من اي لون انا عايزها، ديفليكشن رياكشن الكلام ده كله. سايب الفايل.